موضوع اليوم الأسرة. ما معنى الأسرة؟ الأسرة معنى موضوع الأسرة. نعم أسرة، أسرة معنى أسرة موجود في هذا السورة، سورة موجود أسرة، أسرة أب موجود، أم موجود، أخ موجود، أخت ليس سوري أسرة لا 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 في السورة موجود في السورة موجود أخت قريبار أب نعم صحيح جميل نعم صحيح أسرة معنى قريبار طيب نعم الآن أولا كلمة جديدة كلمة جديدة في هذا المكان سورة سورة معنى سوبي سوبي طيب بعد أسرة أسرة معنى قريبار قريبار طيب بعد والد بيتا سوري جميل بعد والدة ماتا ماتا جميل بعد جد دادا بانانا جدة دادي بانانا دادي بانانا بعد ابن ابن بوترو نا ابن دون مچھے کونا اے بعد عمون عم چاچا طيب بعد عم چاچی طيب اولاد اولاد شنتا صحيح جميل جميل شجرة نات طيب مسجد مسجد مصلى صلاة الستان صلاة الستان صحيح نعم او مصلى معنا جائم صحيح اچھا بعد غرفة كوكو أذان الفجر فجر الأذان الله أكبر طيب بعد القرآن قرآن معطف سورة موجود معطف معطف أوفركوت صحيح جميل كود بعد نظارة نظارة چشمة حمام حمام غسل خانة طيب يتوضا هو يتوضا يتوضا وضوء করার প্রক্রিয়া طيب وضوء করা তিনি وضوء করছেন তিনি وضوء করছেন জি وضوء করছেন طيب يقرأ يقرأ তিনি পড়ছেন طيب جميل بعد يصلي يصلي তিনি সালাত আদায় করছেন جميل بعد معلمة معلمة শিক্ষক جميل طيب بعد في هذا المكان حوار بين علي وعمار حوار بين علي وعمار معنا কথোপকথন علي এবং আমারের মধ্যে কথোপকথন طيب الان اقرا وانت 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 تسمع جيدا نعم اولا الان اقول انت اسمع جيدا نعم علي السلام عليكم وعليكم السلام هذه سورة أسرتي ما شاء الله من هذا هذا والدي أدنان هو مهندس هذا والدي أدنان هو مهندس ومن هذه هذه والدتي سعيدة هي طبيبة هذه والدتي سعيدة هي طبيبة ومن هذا هذا أخي عيسى هو طالب هذا أخي عيسى هو طالب ومن هذه هذه أختي أبلة هي معلمة هذه أختي أبلة
هي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي ما شاء الله. طيب الآن مفهوم مفهوم نعم. أولا سلام، السلام عليكم، وعليكم السلام. خلاص بعد نعم هذه سورة سطيب. এটা আমার পরিবারের ছবি। ما شاء الله. ইনি কে? هذا والدي أدنان. ইনি আমার পিতা আদনান। তিনি প্রকৌশলী। جميل. ومن هذه؟ এবং ইনি কে? هذه والدتي سعيدة هي طبيبة. ইনি আমার মাতা সাহিদা, তিনি চিকিৎসক। ومن هذا؟ এবং ইনি কে? هذا أخي عيسى هو طالب. ইনি আমার ভাই ঈশা, ঈশা উনি ছাত্র। ومن هذه؟ এবং ইনি কে? هذه أختي أبلة هي معلمة. ইনি আমার বোন আবুল্লা, তিনি শিক্ষিকা। وهذا جدي وهذه جدتي. এবং ইনি আমার দাদা এবং ইনি আমার দাদি। طيب جميل ما شاء الله. طيب الآن حوار بيننا، الآن أقول علي، قول علي، وأنت أن تقول قول عيسى. السلام عليكم. و إيستا أو عمار؟ عفوا عمار، عمار عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه سورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان، هو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة، هي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى، عيسى هو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة، هي معلمة. وهذا جدي، فنقول وهذا جدي وهذه جدتي. طيب ما شاء الله. طيب أولا كل أنت. أنا علي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه سورة أسرتي. 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 نعم. هذه سورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان هو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي لا انتظر قليلا. سعيدة. سعيدة. طيب
طيب فلان موجود. نعم. هذه والدتي سعيدة، هي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى، هو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي أبلة، هي معلمة. وهذا جدي، وهذه جدتي. ما شاء الله. طيب هل أنت فهمت هذا الحوار؟ نعم فهمت. طيب جميل، ما شاء الله. بعد نذهب إلى القادم. الآن الحوار بين باكر ومهدي. طيب الآن أقول وأنت اسمع جيدا. هل هذه شجرة؟ نعم هذه شجرة. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا لها من أسرة مباركة، يا لها من أسرة مباركة. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا أمه العباس، وهذا أمه حمزة، وهذه أمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، وهذه سبته زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام، وهذان سبطاه الحسن والحسين عليهما السلام، وهما سيدا شباب أهل الجنة. الآن المفهوم في الصورة موجود، في الصورة موجود هاشم. ما هو الهاشم؟ هاشم هاشم كلان بونشو بونشو. نعم صحيح جميل. اسم القبيلة قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم هاشم. طيب بعد عبد المطلب هاشم، عبد المطلب. من عبد المطلب؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. جد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد عبد المطلب عباس، من عباس؟ عباس عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. حمزة، من حمزة؟ عم الرسول الله، عمه. طيب بعد من أبو طالب؟ أبو طالب عمه. طيب صفية؟ صفية عمته. طيب جميل. بعد عبد الله؟ عبد الله والده. والده. طيب آمنة؟ والدته. طيب جميل. بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله وآمنة. نعم. طيب بعد القاسم؟ القاسم. والده. ولده. صحيح جميل. عبد الله ولده. ولده صحيح جميل. بعد إبراهيم؟ ولده. فاطمة؟ ولدته. ولد أو بنته. صحيح جميل. بعد من فاطمة حسن الحسين. حسن وحسين الحسن وحسين الحسن وحسين
باكر قال هل هذه شجرة معنا؟ এটা একটা গাছ সহি নাম হাদিহি শাজারা হ্যাঁ এটা একটা গাছ হাদিহি উসরাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার জামিল ইয়া লাহা লাহা মানা ইউসরা পরিবার তুমি কত বরকতময় একটা পরিবার মানে পরিবার আবার উসরা মানে পরিবার পরিবার নাম নাম আব্দুল্লাহ ইনি তার পিতা আব্দুল্লাহ وهذه والدته آمنة এবং ইনি তার মাতা আমিনা وهذا جده عبد المطلب এবং ইনি তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব وهذا أمه أبا এবং ইনি তার চাচা আব্বাস وهذا أمه حمزة এবং ইনি তার চাচা হামজা وهذه عمته صفية এবং ইনি তার ফুফু সফিয়া وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله এবং ইনি তার পুত্র কাসেম এবং ইনি তার পুত্র আব্দুল্লাহ সহি ওয়াহাদা ইবনুহু ইব্রাহিম এবং ইনি তার পুত্র ইব্রাহিম ওয়াহাদিহি ওয়াহাদিহি ইবনুহু ফাতিমাতু সাইয়্যিদাতু নিসাইল আলামিন সালামুল্লাহি আলাইহা এবং ইনি তার কন্যা ফাতেমা যিনি সৃষ্টি জগতের নারীদের নেতা নেত্রী তার উপরে সালাম তার উপরে সালাম ওয়াহাদিহি সিবতা সিবতা তুহু জাইনাবু বিনতু আমিরিল মুমিনিন আলাইহি সালাম এবং ইনি তার সুবুতুহু নাতনি জেন যিনি আমিরুল মুমিনিন এর কন্যা ফু আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নাম আদা হাদা সিবতাহু হাসান ওয়াল হুসাইন আলাইহিম সালাম এবং এনারা দুজন তার নাতি হাসান এবং হুসাইন তাদের উপরে সালাম ওয়াহুমা সাইয়্যিদা শাবাব আহলিনা এবং এনারা দুজন জান্নাতের তরুণদের সর্দার জামিল মাশাআল্লাহ
هل أنت فهمت؟ نعم. طيب الآن حوار بيننا، هل هذه شجرة؟ نعم، هذه شجرة. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا لها من أسرة مباركة. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. وهذه سبطته زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام. وهذان سبطاه الحسن والحسين عليهما السلام، وهما سيدا شباب أهل الجنة. طيب الآن ابدأ. هل هذه شجرة؟ نعم هذه شجرة، هذه عسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا لها من أسرة مباركة. من أسرة مباركة. يا لها من أسرة مباركة. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا أمه حمزة. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين سلام عليها. سلام الله عليها. سلام الله عليها. وهذه سبطته زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام. وهذان سبطه الحسن والحسين عليهما السلام، وهما سيد شباب أهل الجنة. جميل، هل أنت فهمت هذا الحوار؟ نعم نعم. طيب. هنا سبطه كلمة جديدة. نعم سبطه كلمة جديدة صحيح. بعد في هذا المكان الحوار بين أم والعب، حوار بين أم والعب. أنا أقول وأنت اسمع. نعم. جيدا. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المتعف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي.
وأين النظارة يا سعيد؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد، هيا بنا. طيب الآن المفهوم، الحوار بين أم والأب، معنى মা এবং বাবার মধ্যে কথোপকথন। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, এটা ফজরের আজান, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আইনাল আওলাদ, সন্তানরা কোথায়? আদুন ফিল হাম্মাম ইয়াতাওয়াদ্দা, গোসলখানায় সে ওযু করছে। ওয়াইনা সাঈদ, এবং সাঈদ কোথায়? সাঈদুন ফিল গুরফা ইয়াকরাউল কুরআন, সাঈদ কক্ষে কোরআন তেলাওয়াত করছে। ওয়াইনা সাঈদা, সাঈদা কোথায়? سعيدة في المصلى تصلي، سعيدة তার সালাতের স্থানে সালাত আদায় করছে। أين المعطف يا سعد؟ معطف، نعم معطف، معطف موجود في السورة، معطف 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 في السورة. نعم صفا؟ نعم نحن لا لا نحن قرانا قبل قليل، نحن قرانا معطف، هذا معطف موجود، معطف كوت. كوت صحيح جميل. نعم نوتن شبد تو خيال মনে ليس مشكلة. طيب أين المعطف يا سعد؟ هي سعد كوت কোথায়, কোটটি কোথায়? هذا هو المعطف يا والدي، হে পিতা কোটি এখানে, এটা সেই কোট। নাম সহি বাবা কোট চেয়েছেন, ছেলে কোটটা সামনে এসে বলছেন বাবা এটাই কোট আপনার। আচ্ছা জি, هذا هو المعطف يا والدي. হে পিতা এটা আপনার কোট, এটা সেই কোট। সহি এটা সেই কোট সহি জামিল। ওয়াইন আন নাজারা ইয়া সাঈদ, এবং চশমা কোথায় হে সাঈদ? হাদিহি হিয়া আন নাজারা ইয়া ওয়ালিদি, হে পিতা এটাই সেই চশমা। হাইয়া বিনা ইলা আল মসজিদ, চলো মসজিদে যাই। হাইয়া বিনা, سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة يا سعيد؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد، هيا بنا. طيب الآن ابدأ أنت. هذا الأذان الفجر، هذا أذان ليس الفجر، هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أين أولاده؟
أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ আরেকটা বিষয় হলো কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কথা বলার ক্ষেত্রে শেষে বাক্যের শেষের শব্দকে সাকিন করে অফ করে কথা বলা হয়। আই নাম أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين السعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطوف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة يا سعيد؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. طيب مفهوم خلاص؟ نعم. طيب أنا نذهب إلى القادم. طيب আমরা আপনাদের আমাদের হলো এই লেভেল টু তে 15টি হওয়ার পর আমরা 8টি হওয়ার পড়েছি, আচ্ছা 8টি 9টি 9টি হওয়ার শেষ হলো আমাদের, আর বাকি থাকলো হলো 7টি হওয়ার 6টি হওয়ার 6টি হওয়ার নাম। আজকে কি পড়বো না আগের ক্লাসে পড়বো এই 6টি হওয়ার? আপনি যেভাবে যেটা বেটার মনে করেন। না আপনার আপনার যদি পড়ানো তো পড়ানোর সমস্যা হবে না আমার, তবে আপনি যদি চাপ মনে করেন কিনা যে না একবার বেশি হয়ে যাবে কিনা, বেশি হলে তাহলে আবার আগামী একটা ক্লাস না একটা ক্লাস নিব। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব, আজকেই হয়ে যাক। তাহলে সামনে সামনে যেতে পারি না। তো ফি হাদাল মাকান আল ওয়াহদাতু সালিসা, আল ওয়াহদাতুর মানা ওয়াজ্জায় আস সালিসা, তৃতীয় আল অধ্যায়, ওয়াহদাতু সালিসা মানা সহিহ তৃতীয় অধ্যায়। طيب السكن সেকেন্ড হচ্ছে থাকার বাস, বাস বসবাস, বাসগৃহ। বাসস্থান বাসস্থান সহি জামিল। طيب بعد بيت বাইত ঘর। طيب بعد شقه শাক্কা হচ্ছে গিয়ে ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট সহি জামিল। طيب দৌড় 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 হলো ভবন, লাইসা দৌড় নাওয়াল দৌড় সানি দৌড় সাইস দৌড় রবে দৌড় খামিস ফিল বিনা মজুদ দৌড় দৌড় এই যে নাওয়াল দৌড় সানি। আচ্ছা দৌড় মানে কি বিল্ডিং টাই কি হবে না লা লা এটা লা বুঝতে লা পারছি না লা তাহলে। লা লা ফি দৌড় হাদা মাকান আহ ফি হাদা মাকান তলা দৌড় তলা তলা সহি জামিল জামিল জামিল। তলা বাদ হাই হাই হাইয়ুন হাই 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 লা আরাফ হাই এয়ারপোর্ট হাই এয়ারপোর্ট মানা হাই শাহবাগ মানা হাই গুলিস্তান। আচ্ছা হাই তার মানে হচ্ছে মোর লাইসা মোর ফি হাদা মাকান হাই মানা এলাকা এলাকা। আচ্ছা এলাকা এলাকা নাম সহি এলাকা জামিল। আচ্ছা বাদা বাদা গুরফা কক্ষ গুরাফ জামা গোরাফ কক্ষগুলো গুরফাতুন নাওম হচ্ছে শয়ন কক্ষ সহি গুরফাতুল জুলুস বৈঠক কক্ষ সহি জামিল। তাইফ বৈঠক কক্ষ। তাইফ পিছনে ক্লাস গুলোতে আমরা বাংলা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, পিছনে যে গত আছে আচ্ছা আচ্ছা জুলুসের বাংলা কি হবে? ও বাদা বাদা মাতবাখ রান্নাঘর বাদা রকম সংখ্যা সহি জামিল। মাকান নম্বর নম্বর আসাস আসাস
لا أعرف. أساس أساس كرسي أساس طاولة بعد أساس أريكة তার মানে এটা হচ্ছে খাবার ঘর, আসবাবপত্র لا আসবাব, আচ্ছা আসবাব, আসবাবপত্র আসবাবপত্র, আচ্ছা এটা সেই জামিল আজ সারির খাট, সহি বা সিতারা পর্দা, পর্দা সহি জামিল আরিকা আরিকা, সোফা, সজ্জাদা সজ্জাদা, জায়নামাজ, لا لا سجاد معنا غاليسا مصلى معنا গালিচা, نمس আচ্ছা আচ্ছা গালিচা, طيب فرن فرنون ফুরন, চুলা, سي جميل بعد ثلاجة ثلاجة হচ্ছে যে ফ্রিজ, صحيح بعد سخان সখন হচ্ছে পানির ড্রাম যেটা গরম ঠান্ডা হয়, নাম সখন, বাদ মিরআব মিরা, আয়না, না মিরআব না আফন মিরআব মিরআব সহি জামিল طيب لن نذهب الى القادم في هذا المكان الحوار بين احمد وحسان الحوار بين احمد وحسان تجير طيب الآن أقول وأنت اسمع جيدا السلام عليكم وعليكم السلام أين تسكن أسكن في حي المطار وأين تسكن أنت أسكن في حي الجامعة هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة لا أسكن في شقة ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ خمسة ما رقم بيتك؟ تسعة طيب الآن مفهوم الآن سلام أحمد حوار بين أحمد وحسن سلام السلام عليكم وعليكم السلام كلاس بعد أحمد سؤال أين تسكن معنا؟ তুমি কোথায় বাস করো? أسكن في حي المطار আমি বিমানবন্দর এলাকায় বাস করি। طيب وأين تسكن أنت؟ এবং তুমি কোথায় বাস করো? أسكن في حي الجامعة আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাস করি। هل تسكن في بيت؟ তুমি কি বাড়িতে বাস করো? نعم أسكن في بيت হ্যাঁ আমি বাড়িতে বাস করি। هل تسكن في بيت؟ তুমি কি বাড়িতে বাস করো? لا أسكن في شقة না আমি ফ্ল্যাটে বাস করি। ما رقم شقتك তোমার ফ্ল্যাটের নম্বর কত? طيب خمسة পাঁচ। بعد ما رقم بيتك তোমার ঘরের নাম্বার কত? تسعة নয়। طيب جميل الآن حوار بيننا السلام عليكم وعليكم السلام، أين تسكن؟ أسكن في حي المطار، وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة ما رقم شقتك؟ خمسة
بيتك ما رقم بيتك تسعة. طيب أنا نبدا أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في هي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم الشقة؟ ما رقم شقة؟ لا ما رقم شقتك؟ خمسة. ما رقم بيتك؟ تسعة. طيب جميل خلاص. بعد 11 صحيح. الآن حوار بين المستأجر والمؤجر. المستأجر والمؤجر ما معنى المستأجر؟ مستأجر معنى بھاراتیا. بھاراتیا نعم. المؤجر مؤجر معنى کرمکرتا معنى کیئرٹیکر. کیئرٹیکر کیئرٹیکر بھاراتیا. نعم کیئرٹیکر بھاراتیا. بعد الحوار بين المستأجر والمؤجر. طيب اسمع جيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف. في الشقة خمس غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. طيب الآن مفهوم. سلام أولا المستأجر. سلام السلام عليكم. والمؤجر جواب عليكم السلام. خلاص. بعد المستأجر. أريد شقة من فضلك. معنا أريد شقة فلات دتشي. أريد تو أريد معنا عرضة. أريد معنا أريد أمي تاتشي. أمي تاتشي جي فلات تاتشي. من فضلك. من فضلك. فضل মানত দয়া করে অনুগ্রহ করে. আচ্ছা আচ্ছা অনুগ্রহ করেন. আচ্ছা ফ্ল্যাট চাচ্ছি অনুগ্রহ করেন. নাম লাদাইনা শাক্কাতুন জামিলা করা নাহনু করা না লাদাইনা লাদাইনা আমাদের আছে. নাম লাদাইনা শাক্কাতুন জামিলা আমাদের সুন্দর ফ্ল্যাট আছে. طيب بعد كم غرفة في الشقة؟ ফ্ল্যাটে কয়টি কক্ষ আছে? في الشقة خمس غرف. خمس غرف. غرف خمس غرف. ফ্ল্যাটে পাঁচটি কক্ষ আছে. في أي دور الشقة؟ أي دور أي دور طلع طلع কয় তলা এই ফ্ল্যাটটি কয় তলা? আইও নাম সে আইয়ে মানে কি? বাদ ফি হাদা মাকান আই আইয়ের মানে কোন কত কত তলায়? আচ্ছা কোন তলায়? ঠিক আছে. নাম ফি আই দারুন শাক্কা খালাত বাদ আশাক্কাতু ফি দাউরিল খামিস ফ্ল্যাটটা পঞ্চম তলায়. উরিদু মুশাহাদাতান আশাক্কা. আচ্ছা একটু একটু আমি কি ভুল করলাম? আশাক্কাতু ফি দাউরিল খামিস এই এই ফ্ল্যাটটায় পাঁচটা পাঁচ তলা পাঁচ তলার ফ্ল্যাট এটা না পঞ্চম তলায় ফ্ল্যাট
পঞ্চম তলায়, ফ্ল্যাট কোথায়? ফ্ল্যাট পঞ্চম তলায়। আচ্ছা, উপরের প্রশ্নটা তাহলে কত ফ্ল্যাটটি তলায়? কত তলায়? ফ্ল্যাটটি কত তলায়? না, ফ্ল্যাটটি পাঁচ। জি, এবার বুঝতে পারলাম। ফ্ল্যাটটি কত তলায়? ফ্ল্যাটটি পঞ্চম তলায়। আচ্ছা, সেই জামিল উরিদু মুশাহাদাত শাক্কা, মুশাহাদা মুশাহাদা মানে মুশাহাদাত আমি দেখতে চাচ্ছি। নাম সহি। জামিল জামিল জামিল, তফাদ্দাল। চলেন আসেন। তাইয়েব তাইয়েব, হাদিহি হিয়া শাক্কা, এইটা হচ্ছে সেই ফ্ল্যাট। হাদিহি শাক্কাতুন জামিলা। এটা সুন্দর ফ্ল্যাট। طيب مفهوم خلاص نعم. جميل. طيب الآن هي بيننا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف. غرف. خمس غرف، نعم. آسف، طيب خمس غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. في الدور الدور الخامس. الخامس. خامس. طيب الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. جميل ما شاء الله. طيب الآن ابدأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ কামের পরে সবসময় জবর হয়। كم غرفة نعم كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف. في أي دور في أي دور دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. طيب خلاص بعد. طيب الآن الحوار بين المشتري والبائع، ما معنى المشتري وما معنى البائع؟ مشتري হচ্ছে যে বেচা কেনা করা, ক্রেতা ক্রেতা। আচ্ছা, البائع আর বিক্রেতা. বিক্রেতা। আচ্ছা, طيب ক্রেতা। سي جميل. بعد الآن أقول وأنت اسمع جيدا، السلام عليكم. وعليكم السلام الثاني، أي خدمة؟ أو أي خدمة؟ أريد بعض الأساس. أريد بعض الأساس. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة سجادة. أريد أريكة وسجادة. بعد وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرأة.
أريد مشاهدة الأساس. تفضل. خلاص الآن المفهوم. مفهوم أولا مشتري سلام، السلام عليكم، بعد جواب وعليكم السلام. خلاص بعد المشتري أي الخدمة معنا؟ আমি কি কি খেদমত করতে পারি আপনার? طيب أريد بعد الأساس. আমি আসবাবপত্র কিনতে চাই, طيب أريد معنا أريد কিছু هذا بعض بعض بعد কিছু আমি কিছু কিছু আসবাবপত্র কিনতে চাই। طيب سيد جميل بعد ماذا تريد لغرفة النوم؟ শয়ন কক্ষের জন্য আপনি কি চাচ্ছেন? طيب أريد سريرا وستارة. আমি খাট এবং পর্দা চাচ্ছি। طيب وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ এবং বৈঠক কক্ষের জন্য আপনি কি চাচ্ছেন? أريد أريكة وسجادة. আমি সোফা এবং কার্পেট চাচ্ছি। طيب بعد وماذا تريد للمطبخ؟ এবং রান্নাঘরের জন্য আপনি কি চাচ্ছেন? أريد فرنا وثلاجة. আমি চুলা এবং ফ্রিজ চাচ্ছি। وماذا تريد للحمام؟ এবং গোসলখানার জন্য আপনি কি চাচ্ছেন? أريد سخانا ومرآب. ومرآب. আমি পানির ড্রাম এবং আয়না চাচ্ছি। طيب أريد مشاهدة الأساس. আমি আসবাবপত্রগুলো দেখতে চাচ্ছি। تفضل. আসেন। طيب جميل. الآن مفهوم خلاص، الآن حوار بيننا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سرير وستارة. نعم، أريد سريرا وستارة. بعد ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. لماذا ماذا تريد؟ أريد نعم لماذا هنا أريد سريرا؟ لماذا فتح؟ لأن فتح، لأن مفعول، مفعول فعل، فاعل، مفعول، مفعول كله، كل الوقت فتح. فعل فاعل بعد أريد فعل فاعل. نحن قرأ هذا في المستوى الثالث. أمرا جملة فعلية ني ألوشنا كربو ليفل 3 تي تخن أمرا يبشتو كربو جانبو دي كان فاتحا. طيب بعد وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنان وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سجاد، أريد سخان ومرأة. أريد مشاهدة الآثار. تفضل. طيب الآن ابدأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟
Uridu sakhanan wa mir'a. Uridu mushahadat al-asas. Tafaddal. طيب بعد بعد في هذا المكان تقويم تقويم معنى كالندر تقويم معنى كالندر نعم تقويم تقويم معنى كالندر تقويم معنى كالندر بعد محرم في هذا المكان السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه بعد واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احادي عشره ثاني عشره ثلاثه عشره رابع عشره خامس عشر سادس عشر سابع عشر ثامن عشر تاسع عشر عشرون احادي وعشرون ثاني وعشرون ثالث وعشرون رابع وعشرون خامس وعشرون سادس وعشرون سابع وعشرون ثامن وعشرون تاسع وعشرون ثلاثون نحن قرانا هذا اكتب في بيتك هذا واجب المنزل فهمت؟ نعم طيب اي محرم اي بروتا لكتا هو مشهد نعم صحيح نعم أتشا. طيب اليوم نختم في هذا المكان بعد بعد نقرأ في درس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أي سؤال في درس اليوم؟ نعم الحمد لله. فهمت. طيب جميل. كيشو كيشو نوتون شبدو إيش تاچرا؟ نوتون شبدو غلا إتو إتو هاي تبع غراب كورتة. تايم لاك بي تاچرا الحمد لله. طيب علينا نختم في هذا المكان ان شاء الله الى اللقاء في درس القادم ان شاء الله আর ওই ভিডিও ভিডিওগুলো যদি কোনোভাবে পাওয়া যেত গত ক্লাসের طيب গত ক্লাসে ভিডিও রেকর্ড হইছে সম্ভবত জি ওটা জি কাটা ই হইছে আপলোড করা আপলোড দেওয়া হয়নি আচ্ছা দেব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান الى اللقاء مع السلامه الى اللقاء في درس القادم مع السلامه السلام عليكم وعليكم السلام